ما شاء الله جديدين انتم في الحاره. اي والله جديدين، عاد صار لنا اسبوع وشي. اسال عني عفان دون، قول له كيف موسى طالب، قول له من احسن لاعب في الفريق، شوفه مو يقول لك. شكلك لعيب ها؟ عقب ويش مسماي القذيفه كنت. اها وحتى في البحر على فكره. اسال عني شهاب فاقود، قول له كيف موسى يوم يروح حال حبار. ما شاء الله عليك موسى يا اخي، ما توقعتك كذاك. واسال عني ماجد نظيري، قول له كيف يوم ترايستون انت وموسى، هو كان بالجيتي ولا بالموستانج؟ اكيد فزت عليه. اكيد ما يبغى لها كلام، انت بعدك ما تعرف موسى طالب. اسال عني من من تسال عني من 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 اسال عني مصعب زومبي، قول له كيف موسى طالب. من هذا مصعب زومبي؟ هذا مال حلتنا. المهم قول له من دادا مال حاره. مو ذا بعد دادا. دادا يعني الكينج مال حاره، مال الضرابات، ما حد يقدر يدخل الحاره الا باذن مني، لازم ورقه رسميه. يا ابوك انت خطير. اسال عني زايود، قول له من اقوى واحد في الصاله يشيل حديد، شوفه مو يقول لك. عف اكيد انت. انت بعدك ما تعرفني، نحن الحمد لله ترى بعد من عائله غنيه شويه. سأل عني من تسأل عني؟ سأل عني معاوية، قول له كيف أم موسى، أغنياء ولا ناس عاديين؟ شوفه مو يقول لك. ما شاء الله موسى، ما توقعت عندك ذا الخير كله. عندنا واجد شركات الحمد لله. سأل عني ماجد مبارك، قول له موسى كم شركة عنده. ما شاء الله. ما أريد أمدح نفسي وأطلع فيه أن أنا وأنا وأنا، لكن سأل عبادي ويوسف عياد وسعد السليمي، قولهم كيف موسى طالب، كيف ذا الإنسان. ولا أقول لك، شايف ذاك البيت؟ روح دق القرص. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف موسى طالب؟ كيف ذا الإنسان؟ كيف حياته؟ كيف عايش؟ شوفه مو يقول لك. يا الله ندمت إني تعرفت على هذا الإنسان. وين حرقتوا القرص؟ زا تا تا. قال قسم فضلنا لا يروح علي الموتر، قص لي على السيكل. سيكل بنتي شوية قص صلحه. زين متغدي أنت؟ لا لا ما متغدي، انتظرك أنا برا. تا تا بنتغدى أربعة. تعال. وش مسوي؟ سوي 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 ماشي مستحى سوي. بسم الله قول بسم الله. هو السمك اعطيتك كله. بس خلاص. الاحظك تلوع من يدي وانا من يوم صغير في انسداد في لمعه. ترى لا تخاف ما فيني كورونا ولا شيء. الله يهديك. انت جاهل ما رايم تغسل يدك دقيقه واحده اخوي، بيجيك مرض سرطان يا اخي، والسيكل ما تعرف وين رايح مال بنتك وين قاهم. يا اخي الله يهدي اغسلها وتعال كل. اها انزين النصح ترى في اسلوب، يعني عن اسلوب نصيحتك لو كافر بيزيد كفر ما يدخل الاسلام. وعقب اقول لك انا اقار كم شهر ما اعطنك فري عادي، يعني انا ما فيني ادب ما اعطنك ذاك الشهر فري، وال1500 اللي عليك تجيب هنا. تفضل تفضل خلها. لا كذا بناكل. خليها طلع 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 الوجه. طلعتها. خلا قوم تفضل. ليتني ما نصحتك. الو محامي، في شخص مال سنه وثمانيه شهور ما دافع لي ايجارات واصنع عليه مبلغ بعد 1500. هيا بنت راح بس اقدر تستنى هذا يشوفني اذا ما كنت ربني بتضربني تستو. فيصل لحظه شويه. فيصل لحظه شويه. واقول لك تطلع اليوم من البيت انت وزوجتك. ها شوفوا اللي صار في يا اخي فيصل. ما ابغض الفقر، هذه حالة من الحالات اللي تصادفنا دائما. راح نقرب له ونعرف كيف يكد مسكين في هذه الأرض ونحسن عليه. السلام عليكم الأخ، مات حاتي وتشكو عمرك، أصحاب الخير واجد. مسك نزل تلفونك. الفقر ما بغيض لبغيض انت، لكن تعرف من بتكلم. ربي مواطني خير ونعمة، لكن انتو ما تصدقوا تشوفه واحد فقير تمسك تلفونك متصوروه وتعطوه مبالغ مالية. لكن دواك انت عندي وصبر. آخر مرة وما ما تتفتفلي. صبر شوية. أمر والد. صاحب دايني صوب المزرعة ويناولني 5 ريال والتلفون في يدي وجالس يصورني. مخبرنا كل هالناس. كلها وشوفوا شغلتهم معها. أنا قايل له آخر مرة وما صورت. عندك بيستين ومنزق فيهن وغشينا تراك بتصويرك. ما أبغض الضرب. صورنا توعى. آخر مرة ما أنا قايل. انا ما قال اقول لك ما حد سوى لك شيء، انت وحدك مرت خش. انا مرت خش ما كني اخوك الكبير، ما تحترمني. الاحترام على العين والراس، لكن اللي قاعد تسوي ما يصير. ترى انا ما دخلت خصوصياتك، واقول لك شيء ما تشرفني اكون اخوك. تشرف برا. لا اعرفك ولا تعرفني. وداع طلع الشيخ فكه.
من جانب آخر، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن خلال لقاء مع قادة الجالية المسلمة في بلادها إنها طلبت من وكالات الاستخبارات جمع مزيد من المعلومات عن أسرى. يا الله، وقتك في بنشر؟ أقول لكم أنه توفق في حياتي. يا يلا درب السلامة. مبارك، ترى كبرنا، صارنا 5 سنوات ما نكلم بعض. صح، نحن أخوان، مفروض نحل مسألة بيننا. طه الحطب من ناحيتي أنا مسامح، لكن أقول لك ما نقيت تصبغها الأحمر مو تسوي ترى على ذوق المدام.